وما عندهمش وما عندهمش جاو 30 عام ما عندهم باش يخلص كريدي وبقات 4 سنين باش يخلص التقاعد. وتنطلبوا من سيدنا المطار الله يتدخل في هذه القضيه ونطلبوا من عند الوزير الاول حتى هو يتدخل في هذه القضيه. وعاش الملك وعدو ديجا ولكن اخر هذاك ما كاينش تصرف سمح لي الله يسلمك. هناك بعض الناس هنايا تابعين الشباط واحد من جهه الصحراء تقريبا هناك اكثر من 20 شخص. الشركه جامي شركه هذه ديال الشركه هذه الشركه بوحدها. لا باش حددت السؤال ديالك خصها المعالم ديال السؤال. بعدا السؤال السؤال طرح السؤال طرح السؤال انتم عليكم الجواب. خلينا نجاوب صاحبي خلينا خلينا نجاوب السؤال ما يطرحوا حددوا لان هذوك الانتماء لهم هذوك على ما على ما الرافات ديالهم الرافات ديالهم يا سيتي باس. اذا ما على حكم انتم كعمال بنقابة الشباط لا ما عندناش علاقه بعد هذه اصلا هذه اول حاجه. هذا تراكمات ديال هاد الناس الفاجر في هاد اللحظة ما عندنا لا ما عندنا انتماءات ما عندنا خلفية ما عندنا شي حاجة ما عندنا جهة معينة ما باش تكون عندك علم هاد الحاجة. إذا انتم ما عندناش ما عندناش حاجة محددة جات إدارة سيتي باص جات تلقائية الشهادة وقفادي خلينا نحسوا يعني خاصنا الوالدين. لا سير إخوان الله يرحم الوالدين أصاحبي غير شي نقطة نظام شوية الله يرحم الوالدين. هادي جات تلقائية من تراكمات ديال الناس الضغط الفاجر في هاد اللحظة هادي. هناك أنباء تسربت. لا خليني خليني سير يهضر سير هناك انباء تسربت انكم تطالبون بحوار مع الوالي مباشره ولي مباشره. شكون هو جهاز المراقبه؟ شكون هو الوزاره الوصيه؟ شكون هي الوزاره الوصيه؟ بعد هذه الصفقه هذه بعد ما عرفنا واش مشروعه او وهميه او لا اساس لها من الصحه اوتر بارونتيز هذا ما عندهاش اعراب لا محل لا من الاعراب ما عارفينش حنا بعد حنا حنا ما عارفينش شنو هي المؤسسه اللي كتهضر عليها. سير في كان هذيك شهاده هذيك شهاده حق ناس دبلومات طردوا انا شاشة الشهادة او وهمية او لا اساس لها من الصحة اوتر بارونتيز هذا ما عندهاش اعراب لا محل لا من الاعراب ما عارفينش حنا بعد حنا حنا ما عارفينش شنو هي المؤسسة اللي كتهضر عليها. سير كي كان الواقع ديال الفيديو ديال فاس نيوز عليكم انا شاشة الشهادة الشهادة هذيك الشهادة هذيك الشهادة حق ناس مبلومين طردوا هذيك كتلعب صالح هاد الناس اللي مطرودين هذوك الناس كانوا خدامين مع السيكوريتي كيقولوا داكشي اللي فيهم. هادو كيعلنوا على داكشي اللي فيهم هادو كحرضوهم ناس معينين من اجل واحد تخرب بيوت ديال واحد الناس. اذا انتم الحافلات باش يقدروا يخرجوا من هنا شنو المطالب ديالكم؟ احدد السؤال شنو هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديال الناس ما يمكنناش نصرحوا بها حتى تحضر يعني الناس اللي هما المعنيين بالامر المسؤولين الكبار عادي يمكنوا نهضروا معاهم حنا ما يمكنناش نقولوا شي حاجه. حنا بغينا الوالي انا شافي شافي ممثل على العمال ما شو ممثل راه كان هضر بحالو العمال كاملين سيتي باش ترحل. دابا انت تتصرح هكا واش ما تتخافش ان من بعد الهدوء الامر انا يتم الطرد ديالك؟ علاش الخوف من خوف الله ماشي هضره هذه كاين الله وكاين صاحب الجلاله حنا ماشي كاين كاين قانون اسمع كاين قانون هذا ماشي خافو اسمع لا غير سمح لي فقط سير اسيدي كمل اسمي ما اسمي ما اسمي انت تشوفني قول لي ما جاوبش لا 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 واش الان واش الان انتم تتخافوا ما التصريحات دابا الشجاعه ديالكم انكم يتم الطرد ديالكم في مركز موضوع انا ما درناش دابا فوقاش نهضروا على مسي ما خايفينش على ما تصرحوا حنا ما درنا شي حاجه حنا ما درنا هاد الوقفه هادي وصلنا لواحد الدرجه اللي فوق الخيال ديالنا يعني ضحينا حنايا باش يا اما غادي تسوى الامور وغادي غادي ناخذ المستحقات ديالنا كلها واما غنخرجوا نمشي بحالتنا ما خدامين. شكرا جزيلا شكرا. اسمي سودا رشيد سائق سائق. نعم دابا في اي اطار تاتي هذه الوقفه ديالكم هذا الصباح بشكل مفاجئ؟ الوقفه ديالنا هذه الوقفه هذه جات حنا كنعتذروا حنا كنعتذروا لجميع المواطنين ديال فاس وكنعتذروا للطلبه وكنعتذروا لجميع سكان مدينه فاس. حنا اللي كنطلبوا من هاد الناس هاد التعسفات اللي عندنا وهاد الحاله اللي كنعيشوها داخل الوكاله ما راضينش عليها. وبالنسبه لهاد الشركه اللي جات وهميه وهاد الصفقه اللي دازت وهميه كي دارت دازت وكي دارت وصلت حتى وصلت عندنا هنا لفاس. ماشي اللي جا من شي ارض وحده اخرى يجي لهنا لهاد الفاس
ويدير علينا شي تعسفات اللي ما كتقبلش صفه نهائيه. فلهذا انا اللي كنطلب كنطلب سيتي باس ماشي بحال هكا هذه بدون مناقشه. مطلب اساسي المطلب الاساسي تشبيع هذا كافه الخدامه بكافه العمال. كنطلبوا من سيتي باس ترحات ماشي بحال هكا. كنطلبوا من الاتحاد العام الشغالين بالمغرب يعطينا الثقه حتى هو لانه سبب الخلا سبب الخلا ديال الوكاله هي الاتحاد العام بكل مصداقيه وبكل انا قادر باش نواجه هاد الناس. وحنا كنطلبوا ناس معقوله وكنطلبوا السيد والي ولايه فاس وسيد الوالي الامن وكنطلبوا قاضي التحقيق باش يجي يحقق معانا في هاد المطالب اللي عندنا وفي هاد الشيء هاد النازله اللي وصلت هاد الوكاله لهاد الحاله هادي اللي حنا فيها هاد الحاله المرسيه اللي وصلنا ليها. لان هاد الشيء هذا كان 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 مضب كان منظم مبرمج مع الناس مستهدف مع السيد المدير السابق فلاح ومع المدير اللي قبل منه ومع المدير اللي قبل منه. هاد الشيء بدا في التسعينات وحنا كنطالبوا حسابات دقيقه مع المكتب النقابي القديم الاول والمكتب الثاني والمكتب الثاني الى يومنا هذا. في حاله انسحاب ديال سيتي باس شنو ديروا مع المطرودين؟ المطرودين الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم المطرودين بدون استثناء الرجوع المطرودين للخدمه. انتم شفتيو التصريح ديال الاخوان اللي صرحتيو وانتم اللي كنتيو السبب بان صورتيهم جميع المطرودين بدون استثناء. وحاله واحده اخرى الناس الجداد انا كندوي الناس الجداد من غير الناس اللي تيتيلير الناس الجداد اللي كاينين دابا عايشين خدامين مع شركه وهميه ما عارفين فيها لا سيتي باس ولا شري لا نابيك ولا حتى شي حاجه. سؤال جد مهم بخصوص في حاله انسحاب ديال سيتي باس واش نتوما قادين تسيروا بطبيعه الحال حنا قادين نسيروا الوكاله. انا بغيت نسولك السيليف نزيد نكمل لك الله يجازيك بخير. واش حنا في هذا المغرب ما عندناش اوتور ما عندناش ناس اقوياء اللي يسيروا هذه الوكاله؟ ما كاينش ناس اللي غادي اللي عندهم كاع اللي عندهم كفاءه وعندهم غيره على هذه المدينه هذه. حنا راه حنا وصلنا للوين؟ حنا عينا نسمعوا وما تخشوش انكم تطيحوا في مخطط واحد اخر لافلاس الوكاله. ما نطيحوش في المخطط لان الاسطول باش خدام الوكاله لان هذا الاسطول هذا دابا باش خدامين. شنو جابت لنا سيتي باس؟ شنو دارت؟ تبليا سكيران تمنى صباغه جوج سطولات صباغه صفاتهم لنا وعطاتهم لنا. واش ما كتشوفوش انتم كمواطنين اسمح لي كمواطنين واش ما كتشوفوش عائلاتنا ومواتنا وخوتنا وكذا وكيتكريسوا في الحافلات؟ نعم. هذا الشيء كان عندنا راه ما كانش عندنا. شنو هي الخطه ديالكم لحمايه الناس اللي تيقدوا يخرجوا التصريحات؟ الناس اللي خرجوا التصريحات شجاعه. شنو هي الخطه ديالكم لحمايه ديالهم من البلطجيه؟ احنا عايشين في وطن عايشين في البلطجيه احنا واطنين احنا عايشين في البلطجيه راه شحال هادي وحنا في ليست سيتي باس وحنا في البلطجيه معاها. نعم. واش ما كتشوفوش هادشي؟ الاضرار ديالكم غيبقى قائم ولا غادي يبقى قائم؟ وانا كنطلبها كما قلت لك في الاول ولي الامن والي ولايه فاس قاضي التحقيق كتابه الضبط تجي تحضر معنا عاد نتحاور معاهم. راه حنا ما كنتحاوروا مع حتى شي واحد. الله يخليك هاد الناس هادو راه مغيره على هاد الوطن لان هاد الشيء اللي كيتمارس داخل هاد المؤسسه تمارس داخل جميع المؤسسات العموميه والشبه العموميه ما زالت كتمارس. وانا قلت لانك كنت تسوق الحافله ديالك انا والرسبور وجاو طلعوا المراقبين تيراقبوا لقاو جوج ثلاثيه بنت وولد. هذاك الولد بنت ما شحال الدولة هذاك الولد ضربوا له قلبوه جبدوا له 7000 ريال فاش دخلنا الساحة نشارجيو ردوا له 4000 بقيت نرغبهم انا نقولوا عطيو الفلوس ديو النصيب باش تقطعوا عشان الدرهم الورقة المرقة ما بغاوش يتصنتوا لي كاع شي شوية زادوا 1000 ريال داو 2000 مدينة فاس نهضر مدينة فاس تعاني في صمت من طرف مسؤوليها جميع ممثلي السلطة بحذافيرها جعلوا مدينة فاس على شكل قنبلة موقوتة. الهم الشاغل هو الحصيلة المادية. كيف يعقل على أنه جلالة الملك خارج التراب الوطني وحدث انقلاب حكومي؟ كيف يعقل الذي يحب وطنه يقوم بهذه الأفعال وهذه الممارسات؟ وشكرا. نعم صافي نعم قلت انك من المطرودين دوك الناس المطرودين اللي كانوا رسخوا لهم زوج ورقات اثناء العمل.